الله 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 قال شد هشام معلش هنغيرك الشوط الثاني قوم قوم انا بضيع وقت بس عشان الدقيقه 90 بضيع وقت ايه ايه ده ايه ده لابسين الكلاسين من فوق ايه اللي انتوا عاملينه ده كلسول لا وابتدى ايه ده ايه ده ده فلتر على الانستجرام ده مستحيل يكون ده شكلك العادي ده فلتر ايه ده ايه يعني ايه يعني ايه شوفونا ملبوسه تحت الكرش يعني ايه يعني ايه امال ده ايه ده بلالينا ايه بلالينا على دماغك يا اخي عاملين لي باليه من حلاوه المولد انتوا تخرسوا ايه ده ايه والله انا سايب النمله عليك اصبروا ايه رايك جناب المهرج لا انا احب الباليه المائي يحب الباليه المائي سهله سهله انت بتعمل ايه بتعمل ايه بلعب في الباليه المائي ده كده باليه مائي ايوه ده كده بانيه مقلي ده اسفين انت جاي تكحنا هنا لا كحبه تعبان ما تقرفناش ابعد بقى شويه حط نزل الورد ده على بقك يلا خلاص اتدعوا يعني ايه طب المصلحه معلش وكحول ماشي يلا يا سندريلا يلا سندريلا هي مهبوبه طب هنقول ايه اللي كريم هي مهبوبه معنى اللي شفته ده هي مهبوبه يا مش يلا بقى مش اني الاوان نطلع شيك ولا نطلع اي حاجه فقراتكم في غايه الجمال طب ايه سوف اذهب انا والمهبوبه الاهرامات ونسهب فلوس وناتي ماك فيزا ارفع عنك الكريدت واهمله مكانك يا مهبوبي فرحان دي بتقلبك ارفع عنك الكريدت لا 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 نسحب فيزا المعاش نزل المعاش نزل معاش ايه ايه ده هندي من التامينات لا لا يلا مهبوبه هيا حبيبي هيا هيا مهبوبه انت سبتهم يمشوا يا منصف مش مهم مش مهم بس شوفي هنود عندهم الفيزا بتسحب مليون جنيه انت هتستعبط ايه الهبل اللي انت فيه ده يا مرات عمي انا برضو غبي قدمت لهم فقرات رخيصه انا اخش بقى استنى بدخل استنى انت برضو استنى يعني استنى هروح اجهز لهم فقرات من اياها فقرات من الغاليه بقى استني بس يا رب يا دي اتحلق بدأ اميره خدمتك ليوم الدين شكلك قمر يا كيميليا في لبس خدمه الغرب ربنا يخليك بصي هعملك اللي انت عايزاه بس رجعيني والنبي لا لا يا ماما انت خلاص استقريتي في الوظيفه دي لا كلب تحت رجلك طول العمر يلا لا والنبي عشان يلا اطلعي على اوضه المهرجه نظفيها يلا لسه منظفه يلا اسمعي الكلام وطلعي الهدوم بتاعته طبقيها وحطيها في الدولاب تاني حاضر يلا يا بنت بسرعه لا شرشوبه ايوه حاضر اهو اهو مساحه اهو هم ده هلو ايه يا عقل ايه يا روح الحمد لله تمام يا روحي ما خرجتش من اوضتي من ساعة ما سافرت بتقطع عشان يا روح قلبي ايه جالك مسج على الموبايل فيها تم خصم 40,000 جنيه دي مصاريف اللوكاندا يا حبيبي اوكي لا لا عيب عليك تيجي على مصيبه ايه انا عامله لك مفاجاه هايله تيجي بمليون سلامه يا روحي باي باي مع السلامه يا مدام اميره يا مدام اميره ايه حي كارثه إيه؟ مصيبه قولي المهرجه وانا طالعه بعمل له هدومه لقيته منزل حبل كبير جدا من على الشباك وفي شنط شكله هرب نعم والله غوري من وشي طب رجعيني بقى يا ولد ده انا هرجعك غوري يا بومه غوري يا منصف يا صبري منصف ايه ايه يا مرات عم عرفش رايح شويه مصيبه يا منصف فين إيه؟ صبري ايوه انا بقى امير لا انت بتعمل ايه انت مش وقته ده البنت كيميليا وهي بتنظف اوضه المهرجه بتقولي ان الشباك كان مفتوح وفي حبل نازل منه منططين منه شنط الهدوم بتاعتهم شوف يا اخي الهنود بينزلوا الشنط غيرنا احنا ننزلها من الباب ومنزل طب ايه المشكله انت هتستعبط ده معناه ايه يعني بينططوا شنط الهدوم ليه هنود احنا مالنا هم وخيالهم لا 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 انا شاكه في حاجه غلط صبري هم لسه خارجين دلوقتي اتقب وتغطس وتجيبهم لي هنا تحت امرك يا مدام اميره تعمل ايه ده يا مرات عمي ولا في حاجه غلط انت بس اللي دايما قلقانه اسكت انت يا منصف انت مش فاهم حاجه ايه اللي حصل ايه اللي حصل الحقني يا رمضان ايه البنت كيميليا بتقولي وهي بتنظف اوضه المهرجه ان هو كان فاتح الشباك ومدلدل الحبل منه ومنطط شنط الهدوم بتاعته بينطط الشنط ايوه وهم لسه بيدربها على ايه يعني ما اعرفش انا قلت لها برضه تلاقي هنود وخاله واسع ايوه هيهرب شنط الهدوم ليه من الشباك لا يا ستي يعني خلاص هو ساب الاوضه ولا ايه ايوه سايب الاوضه شيماء بنت شيماء ايوه يا بابا خلاص إيه اخر بابا النهارده ها يلا هناخد اوضتنا نرجع على اوضتنا يعني ايه يا بنت هتوقع الفراخ في الارض يا حاج وانت من الحي ما تسيبها يلا يا تعالى يلا عمي
انت اي ايه ده يا عمي يا غبي ماسك المهراجه كده اوعى اوعى ده مهراجه ايه فين فلوس يا جناب المهراجه وعهد الله يا ست هانم احنا مالينا دعوه بالحوار ده وعهد الله يا ست هانم امال مين يلا اللي ليه دعوه الحاج رمضان هو اللي قالنا نعمل عليكم العباجي العباجي ارفع عنك الفلوس وانصب بدلا منك العباجي لا 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 ايه ده ايه ده يا رمضان اه والله وقال لنا هديكوا 500 جنيه 150 جنيه بس يا عم انت بقى يا انت يا عم نصب على مرات اخوك الغلبانه ونصب على النصابين اللي معاك انا ما نصبتش على حد ده اللي كانت عايزه تنصب عليها وهي كانت مفروض هتاخد مليون جنيه وبعدين انا بعمل ده كله عشان ايه اكرم اخويا شقيقي عمره حتى ما عزمنا انا والبنت نقعد عنده في اللوكاندا فالبنت يا عيني كان نفسها تقعد يومين في الحلاوه اللي عندكم دي فده اللي حصل يعني فعملت ده واكرم مش موجود مسافر صح ما هو لو موجود مش هيوافق ماشي يا رمضان صبري ايوه ست الكل الاثنين دول تاخدهم تربطهم وتحبسهم لي في اوضه الفران عينيا يلا يا قلت لك مالناش في الهند ولا المصري عامل لي فاهم من هند وانت من كشري هند ايوه تعال يا يا عم بيتك يا عم خلاص بقى شيماء خلاص ملناش نصيبه دي احنا قعدنا يومين واتبسطنا يا بت ونزلت البسيمو كله يلا بقى على الاوضه يلا لا 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 مش هطلع فوق لا قول لي بلا يا بابا لا يا بنت اسمع الكلام بتاع الاوضه والله العظيم اموت نفسي واموت لك الفراخ كلها ايه الفراخ كلها ايه اموت نفسي والله يا ولا هدهد الحقها هدهد احسن تموت نفسها ايه الحقها يا هدهد يا ابني هتموت نفسها يا هدهد ايوه يا سلام اخيرا افتكرتني يا حاج رمضان شوف الدنيا دوره ازاي جاي دلوقتي تحتاج له هدهد بعد ما الملعوب بتاعك اتكشف يا حاج رمضان يا هدهد يا نزل ايدك نزل ايدك نزل ايدك نزل ايدك 30 سنة يا حاج رمضان عايش تحت رجلك انت وبنتك المعفنة شيماء كنس ومسح وقلة أدب يوم ما يجي وتقعد في نص اللوكاندا بتاع أكرم تسيبني في النص المعفن بتاعك وجاي دلوقتي تقول بص لي هنا 30 سنة يا حاج رمضان عايش تحت رجلك انت وبنتك المنتنة شيماء كنس ومسح وقلة أدب مش هين عليك حتى تاخدني في قلب السويت بتاعك ويوم ما تفتكرني تجيبلي شوية رص بيخ الربع بصالي انا 30 سنة شغال تحت رجلك انت وبنتك المقرحة شيماء تنزلوا تلعبوا في قلب البول مش هين عليك تديني لفة وجاي دلوقتي تقول ايوه كده جاي دلوقتي تقول لي يا هدهد يا سلام خلاص ما بقتش قادر استحمل ابص في وشك مش قادر اشم ريحتك ولا اسمع صوتك ابعدوه عني ابعدوه عني ابعدوه عني ثانية ابعدوه عني ابعدوه حلو كده؟ ماشي. ايه ده؟ ايه اللي حلو كده؟ هو طالع للمحاسب يا بطل، ايه اللي حلو كده؟ جننت لنا هدهد يا عم رمضان. منصف يا نزل ايدك. كلكم طمعانين في جسمي. وحوش 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 وحوش. تمام كده يا استاذ؟ ويزو مع الرئيس بقى. يا رمضان بس عمينك وحوش 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 يا نهار اسود انت مكسل تعمل الحركة السن يا بنتي رمضان بقولك ايه انت هتدفع كل الفلوس اللي اتصرفت عليك انت وبنتك والمهرجة ومراته ادفع ايه 40,000 جنيه ادفع ايه 40,000 جنيه